من باريس المستشارة الدولية في شؤون الإرهاب آن جيدوتشيلي تنضم إلينا الآن. أستاذة آن، أهلا بك معنا دائما عبر سكاي نيوز عربية. يعني من الملفت أن هذه الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات الفرنسية تأتي بالتزامن أيضا مع مشروع القانون الذي يبحث فيه الكونغرس الأمريكي وضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب. وبالتالي بداية، كيف تنظر فرنسا إلى هذه الخطوة الأمريكية وانعكاسها أيضا على هذه الجماعة؟ حسنا، في الوقت الراهن البلدان أو دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تقم بوضع أو بتصنيف الإخوان على أنها منظمة أو تنظيم إرهابي، وذلك لعدة أسباب. أولا، إن هذا التنظيم، تنظيم الإخوان، طبعا ممثلون في عدد من الدول بطبعا أحزاب سياسية، وذلك في عدد من الدول العربية، رغم ما تفضل به طبعا هذا السناتور الأمريكي. ولكن في المغرب والأردن والكويت وسواها من البلدان هناك أحزاب سياسية وطبعا حركات هي تأتي ضمن هذه طبعا التي هي على صلة بالإخوان. وهناك تمييز يجب أن يقام بين ما هو تحديد الإرهاب مثل القاعدة مثلا أو داعش، وطبعا ما هو يأتي ضمن الإسلام السياسي الذي طبعا هو ناشط ولكنه ليس بصعوبة أو طبعا يصعب تصنيفه ضمن هذه ضمن قاعدة أو داعش أو أمثالها. أستاذة آن، فرنسا تحدثت مؤخرا عن محاولات الإخوان اختراق المجتمع المدني من خلال مؤسسات، من خلال جمعيات وحتى أفراد. هل بات من الضروري اليوم التفكير أبعد من حظر هذه الجمعيات التي يشتبه بأنه لها ارتباط بهذه الجماعات الإرهابية؟ نعم، أولا إن النظرة طبعا التي طبعا تعتمدها الدول مثل الإمارات العربية المتحدة أو مصر حول إشكالية تنظيم الإخوان تختلف جدا عن الإشكالية التي تعتمدها هنا، نعتمدها في أوروبا وبشكل خاص في فرنسا. طبعا هذا واضح، ولكن حتى الآن في الوقت الراهن الفكرة هو أن نحول دون أو نمنع هذا النشاط السياسي الذي يقوم به تنظيم الإخوان، لأننا نعتبر أن هذا التنظيم يشكل تهديدا للقيم، قيم الجمهورية الفرنسية، وطبعا هذا ما يتحدث عنه، وهذا أولوية بالنسبة للحكومة الفرنسية. وطبعا هذه الصلة أو هذه العلاقة وتصنيف طبعا تنظيم الإخوان، لم نقم بتخطي هذه الخطوة أو بالإقدام على هذه الخطوة بعد. ولكن ما يتم تداوله الآن هو القول بأن الإسلام السياسي، الإسلام، هذا النوع من الإسلام السياسي يمكنها أن يكون عنصرا، طبعا أن يكون ثمة هناك مواقف في إطار هذا الإسلام السياسي الذي طبعا وبما في ذلك قد يكون مؤثرا على بعض الأشخاص الذين قد يقومون بأعمال سيئة. طبعا لم نقم بهذه الخطوة بتصنيف تنظيم الإخوان على أنه تنظيم إرهابي.